أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى فيديو جديد من حلقاتنا السياحية، والحين أنا موجودة في مكان كوتشي، مكان يسمى كومبولانجي. هذه قرية كومبولانجي مهيئة لنا المنتجعات الكثيرة في وسط البحيرة، وهذه المنتجعات الصغيرة والكبيرة كلها مهيئة لنا في المياه حتى نستطيع أن نأخذ تجربة ممتازة في هذه الغرف. ومن هذه الجهة عندنا مطعم وقاعة الطعام هناك، ومن هنا يمكننا أن نصطاد الأسماك وقردس النهري. أنا والله مهقة واستمتعت أحلى أيام في هذا المنتجع، خاصة في المساء يمكننا أن نستمتع بجوها الهادئ البارد، والرياح هنا هادئة جدا. وهذا هي المكان، تشبه مالديفز. ممكن تعرفون إذا رأيتم الصور والفيديو في مالديفز، يمكنكم عرض هذه المشاهد فيها. تجربة ممتازة ما شاء الله. لمزيد من المعلومات عليكم أن تضغطوا في الرابط في أدنى هذه الفيديو، أو ترسلوا واتساب في الرقم الذي معكم في أدنى الفيديو. شكرا لكم للمشاهدة، وأعرف أنكم حبيتم هذه الفيديو لأنها كانت مستمتعة جدا. أهلا وسهلا إلى هذه المنتجع، وشكرا لكم للمشاهدة.